تحية البنك التجاري الدولي سي اي بي، وماذا نرى لسهم سي اي بي؟ سي اي بي احنا عملنا دورة سعرية مكتملة، ودي بداية الصعود بالنسبة لنا. احنا عملنا واحد، عملنا اتنين، عملنا تلاتة، تراجعنا باربعة، وعملنا الموجة الخامسة. وانا بالنسبة لي دي دورة سعرية مكتملة، المفروض ان انا اصححها عشان اعزز وادخل تاني واستهدف موجة جديدة باهداف اكبر، وده المتوقع. طيب انا المشكل ايه معايا؟ طيب اول حاجه، انا لو خدت فيبوناتشي ريتريسمنت عشان اصحح كل هذا الهبوط اللي حصل، فانا المفروض اول هدف هستهدفه مستويات ال 38 فيبو، ومستويات ال 38 فيبو لو رجعت شويه هلاقيها بتتناسب مع قمه الموجه السابقه. يعني 38 دي انا مستويات ال 23 فيبو، مستويات يعني مستويات 23 فيبو تقريبا بتتوازى بشكل كبير قوي مع القمه السابقه اللي هي بتشكل بالنسبه لي دعم قوي، وممكن انزل لحد مستويات ال 38 فيبو. لكن انا شايف ان احنا عند مستويات قويه جدا، ولكن بنيه التصحيح حاليا مش موضحه. طيب انا كمان اخترت المناطق دي لان دي المناطق اللي تراجعت فيها البيج فور بالنسبه لي، اللي صعدت منها اخر موجه وانا نزلت اصحح عندها، وحصل عندها شمعه وصعدنا بعنف من المستويات دي. وحاليا ماذا ننتظر؟ بننتظر كسر مستويات ال 62 جنيه والاستقرار من فوق منه، او عمل موجة موازية للموجة دي من المستويات دي تاني. فهنزل عند مناطق الطلب بتاعتي تاني اللي عند مستوى 56 جنيه. طيب اتعامل ازاي مع سي اي بي في الوقت ده؟ اللي انا شايف ان سي اي بي كل ما بيحاول يصعد للمنطقة دي بيتراجع وبيتراجع الشموع بتاعتي. يعني كل ما بصعد هنا بتراجع وبقوة، كل ما بصعد بتراجع وبقوة، وكل ما بنزل عند المناطق دي بصعد. طيب اعمل ايه؟ هستنى بمنتهى البساطة كسر مستويات ال 62 جنيه. كسر مستويات ال 62 جنيه دي بالنسبة لي يحصل صعود، وأي تراجع للمنطقة دي التانية هبتدي أعزز في الشراء واشتري تاني. ده اللي أنا شايفه على سهم سي أي بي، خصوصا إن سي أي بي المفروض الموجة الأولى ممكن تصحح لحد مستويات 78 في بوناتشي. يعني لو خدت التصحيح أنا ممكن أصحح لحد 61 و78 فيه. يعني ايه؟ يعني ممكن السعر يحق له النزول لحد مستويات ال 53 جنيه. هل ده هيحصل؟ ممكن يحصل وممكن لا. طيب عشان وكمان اللي انا شايفه ان انا عملت ضلع مكتمل هنا، فاعتقد الضلع اللي هينزل ممكن يكون نازل موازي ليه. ده لو التصحيح بسيط وما بقاش مركب وقام اديني اكس زد. طيب عشان احل اللوغاريتم ده كله ايه؟ هنتظر كسر مستويات ال 62 جنيه وهشتري. وللعلم اي شراء في المستويات دي هو مش سيء. يعني انا عندي منطقه دعم قويه جدا كمان في المناطق دي، دي بالنسبه لي مناطق دعم قوي جدا عندي بسبب 53 اللي بتوازي مناطق 61 فيبو. فاي تراجع مع رده فعل اكيد هشتري، لكن ما زالت النظره غير واضح. هل التصحيح ممكن يكتفي بالمناطق دي؟ اه ممكن يكتفي ونسقط بقوه، خصوصا ان احنا ما شاء الله عمالين بنشوف ان الصعود كله ما بيحترمش اي تصحيح وبيصعد. لكن خلينا نكون في الامان، نستنى كسر مستويات 62 جنيه، وبعد كده نبحث عن صفقات الشراء. ولو حصل تصحيح محترم وقوي هنبحث عن صفقات الشراء، الناس اللي مشتريه من مستويات 46 لحد مستويات 52 جنيه. لو انت جنيت ارباحك عند مستويات 62 جنيه برضه هتنتظر، ما جنيتش خليك قاعد مستني، احنا ممكن نصعد في اي وقت. ولو جينا نبص على فريم الاربع ساعات، فما زلنا احنا كمان فوق القمة اللي بتمثل لنا دعم، اللي احنا كل ما بننزل للمناطق دي بنصعد بقوة، اللي هي المناطق دي اللي هي مناطق 57 جنيه. كمان خلينا نشوف، وبالتوفيق.